السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير ولاباس وصحة جيده يا رب العالمين. نلقاكم هذا الفيديو في احسن احوالكم. اليوم جيت نقسم معكم هذا الفيديو شويه روطر، لانه كانت عندي مشكل في القناه كما قلت لكم فيديو سابق. الحمد لله حليت هذه المشكله، راني عاود حطيت فيها الفيديو. نتمنى تدعموني وما تنساونيش بالاشتراك والجام والبارطاج تاع الفيديو فضلا وساء امرا. شكرا لكم خياتي. نبداو بهذا اسمو الحوايج جيتهم وليدي في تاع دخلت على ليكول من عند كيابي. هاد البول شيتو له 65000، هايل حنين رطب. هم حاطين تما ديك السولت في كيابي اللي بخيتهم كما نعرفو غيزونا بارابور لي زوطخ مارك ولا حاجه. هنا في هذا الجين ثاني شيتو له عجبني، قماش تاعو رطب هايل، ما فيهش تقطيعات، جاي سامبل وفيه الداخل لاستيك هذاك باش تنقصي وتزيدي في حسب لاطي تاع وليدك. والمليحه في هذا سمو لي بونطالون بلي سنتيمتر تسيبي لاطي بسنتيمتر، تشوفي ولي الطول تاع وليدك تديلو تجيبيلو سوا سوا بلا ما تديه معاك. ولا انا ديته معايا هنا، كنحب يحوس ديته معايا، شيت من اغديس كما كنت تشوفوا هنايا، جاتو سوا سوا حسب طوله. سبحان الله تجيك خاتم فوالا. قلت لكم جيت له هذا السروال باش يبدل به، شيت له سروال واحد اخر تانيك. شويه شويه حوايج، كنت عارفه كل شيء غالي، انسان يشري المينيموم حسب القدره الشرائيه تاع كل واحد. هذا السروال كلاسيك عجبني بزاف، هذا هو اللي دخل به ليكول، شفتو له بزاف عجبني، جاي له لا الكغي شباب هايل. كاين كغي كاين لون واحد اخر بلو على ما اظن، ما شفتش على الالوان اللي كاينين. هذا يدير 280. شفتو مع هاد الشوميزي الباج، انا كنت حبتها مع البلون، مع البلون تجي احسن. بصح راجلي قال لي ما ضليت غسلي ما والو، شيلو باج وما شويه تلاوي الوسخ ماشي كيما البلون. 318 الكول تاعها، شفتو ما فيهاش كول، شغل جاي غاتكو ويجاب لي مونش فيها قفله باش طلع له حساب السخانه. مي هذا ماشي سخون القماش، هذا لولا هايل كما كنت تشوفوا خياتي هنا كي لبسوا نهار الدخله جاه ما شاء الله، عجبني بزاف، ملبوس رائع فوالا. قلت لكم هكا وشيت له باسكت ثاني كبيضه، هنا ما صورتهاش نسيت، شيتها له 370 ولا 370 نورمالمون من كيابي ثاني تاع دائما هايله ثاني تاع السكراج. ما تحيري له لا القفالي لا الخيوط، سكراج يلبسها ويروح يقرا، تكوني خدامه ما تكونيش في الدار. شفت له ثاني هذا السويت بلا فيرميتور مش فاهم اسمو، جاي لداخل كاع مقطن. قلت غير تبدا البروده تزيدو فوق الطابليه تاعو قبل ما يحط وقت المونطوات وكاع، ولحد الان ما كاش البروده. ان شاء الله ربي يرحمنا في هذا العام. كما كنت تشوفوا هنايا 10 سنين جاتو سوا سوا، ناطي هي بدات. شفت له كغي باش يلبسو كاع مع الالوان، ما حبيتش شي كاين الوان، ما حبيتش الكغي مليح. ها كما قلت لكم شوفوا لي سنتيمتر بينو وبين يعطولكم، سبحان الله ما تجيكم صح سوا سوا. انا مجربتهم انا مقبل ما فنشري عندهم. هاد المره ثاني قلت لي خليني نروح تما نشري، ما نكسر راسي ما ندور في حوانت. شفت له ماشي حاجه كبار يعني، حاجه قليله برك، ماشي غير دوتونو من تما برك. ونزيد ان شاء الله كي يزيد الحق البرد، البرد راح نشيلو. وهاد الطابليه شيتها من سحت الشهاده بلا فيرميتور باش ما نحرر القفله، طارت القفله قفلي ليا ماما. الصباح يلبسها ويروح سقتو، كي نخرج انا بكري يروح للخدمه ويخرج مورايا باسكو ليكول عند الباب تاع الدار، وانا نخدم بعيد صافي توجور نخرج قبل ما يخرج هو. شوفوا لا فينيسيون ما شاء الله، وفيها لاكوست مبروديه ومات عليها عجل لاكوست، هذيك ما فهمتش علاش يحبوا لاكوست. هذه شيتها 95 ولا 85 والله ماني شافيه. مام هذه شيتها 10 سنين جاتو سوا سوا ثاني، جاتو سوا سوا في القيس. وهنا عندي هنا شيتو دو بيجاما، هذه ماشي من كيابي، شيتها من بخينطون، هاي اللي عجبوني البيجامه تاع برينتون اللي مجربته على بالها. ميم لي بول تاعهم دو ميموش يعجبوني تاع دايما، قماش تاعهم كوتون مليح، هذه رطبه هايله. شفت له زوج باش يبدل بيناتهم تدخل البروده، ما تحبش هذيك حاجه سخونه بزاف باسكو شوفاش في الدار. صافي هذه مليحه تلبسها مع غطا خفيف تجي سوا سوا، جايه هايله ما شاء الله. 155 شيتها، شفت له زوج عجبوني هاد الديزاين، شغل فيه مكوك طائر، فيها فيس هكا تاع الفضاء وكامل، عجبوني. انا نحب نشري من عندهم مورفه ملي يكونوا ولادي صغار، نشري من عندهم لي بيجاما كاع يعجبوني، والحوايج تاع دايما دو ميمونش لي شورت صيف كومبلي هما يلبسوا تاع حوايج تاع البرينطون. لي بخي تاعهم ثاني كسافا باغابوغ منو منا، كيما كتشوفوا هنا البخي 155000 فوالا. نشرو شح نديرو، انسان ان شاء الله ربي يقدرنا ويرزقنا ويرزق جميع الامه المسلمه، باسكو كيما كتشوفوا غلاء الفاحش في كلش. وين تحط يدك في الادوات المدرسيه ما نهضروش، كارثه كارثه عظم الله المستعان. الادوات المدرسيه كي تشري هذاك الرخيص عارفي بلي ماشي كاليتي. الالوان اللي كانوا رخاص ما يلونوش مليح، الستيلو اللي كان رخيص ما يكتبش مليح، الكراريس اللي كانوا رخاص هانيك ما رقاق واسمو تاعهم ما يبانوش. سبحان الله يعني الله المستعان. وهذه حاجه شفتها لي انا، قلت ماشي دائما
حنا الامهات شتو نشرو لولادنا لفلان العلان وحنا اخر شي نتفكروا نفوسنا. دخلت تما ديك حاطين ارسيو كي كيلا الصولد وحاطين بزاف عفايس، عجبتني هاد لاليكات نوار جاي سامبل اون طيحها غير نوار سبحان الله اللي مات شي تروبا نوار لاليكات نوار تعاود شي لاليكات نوار بلا ما نسيت الاولى سبحان الله. مي هذه هايله قماش تاعها رطب، شوف ديتاي هذا في البوش هنا بلارجونتي جايه بالقفله في الكبسه مليحه، شيتها نورمالمون 375 الى بان لكم البري وانا عارف يبان ايه 375 صح شابه ملبوسه. هذه شيتها من عند ارسي وايكيكي عجبتني مليحه، قلت خليني نفحش روحي شويه ماشي لازم غير هما، مره انسان يغزر في روحه يلتهب روحه شويه. الامهات حنا دائما غير دخول المدرسه كنتي خدامه الدار القرايه جري جري راسك ما تحكيهاش، مره نديرو وقت محدد ولو وقت بسيط لينا حنا تشوفي نفسك وكاع. وهنا الادوات المدرسيه شريت له كرطاب هذا شريت له 280 مسحت شو هذا عنده واحد المزابي وعيط له عمي صالح نورمو البري تاعو ملاح. دوك شوف هذا الكرطاب ما شاء الله عنده بزاف تقسيمات وليد تاعو سوليد ممسيل السباتي تاع ظهرو مليحه ما شاء الله. قال كله مندي تاع سبايدر مان تاع العام اللي فات عنده لاباس عليه كبرت ماما، قال لي خلاص كبرت ماما خلاص نشري لك الكرطاب تاع الكبار. ما بصح ثاني لازم تصرف تصرفه تاع الكبار ماشي تحوز الكرطاب الكبار وانت تقول لي ماما مزاني صغير لازم تكبر في كلش. شوف هنا في ظهر تاعهم باش ما يعرقوش كيعرقوا ولا يتشرب كاع هذا باش ما يمرضوش. مام ليد الله يبارك ما نشوفوش شحال شابه فريمون يقعد معاه شحال ويرفد الادوات شتو ما يرفد الثقل بزاف الكتابات الكراريس. ان شاء الله ربي يوفقهم كامل، ان شاء الله يا رب العالمين يوفق كاع ولادنا وينجحهم ويرجعهم من صالحين يا رب العالمين ويرزق كل انسان محروم الذريه ذريه صالحه يا رب. فوالا كما تشوفوا هذا فيه الجيب صغير فيه جيب منا ومنا فيه مقسم مليح عجبني على هذا الشيء اللي شريته له. وشريتو نواغ راكو تعرفوا نواغ احسن حاجه بلا ما نشيل الالوان ونحط قرعه تاع الماء تاعو ونحط بابي مشوار تحطها له ثم مليح يرفد ما شاء الله الادوات باسكو هذا الفيديو نحط لكم مور من الدخله. وهاد لا تخوس اللي قال لي ماما شريها لي بزاف عجل البارسا عجل ميسي ولا اسمه هذاك مزيان ماشي غاليه هذه شريتها له من البراكه من سوبيغات تاع البراكه 12000 فوالا شريتها له هو شاه العجل ارجنتين ولا ما نعرف تعرفوا الدراري يتبعوا لي ليكيب ليزيكيب تاع سبور. وهنا فيها الادوات فيها مسطره هذه انكاساب شريت له حوايج انكاساب باش ما يكسرهمش ولا كيتكع على كرطابو كما تعرفوا المساحه كاع هذا الشيء. المهم ستيلوات الوان هذه المره شريت له الالوان فيرتكس عجبوني خير من تاع العام اللي فات مابيد فيرتكس يلونوا بيان عجبوني. شريت له المدوار تاعو كسره له خوه العام اللي فات كاع واش يسحق كيما نعرفوا ستيلوات. وشريت له دو ستيلو هنايا ماجيك باش يكتب فيهم كراس القسم اون كاغلط ولا يفاسي فيهم باش ما يتخسخش الكراس يقعد دائما بروبر مو شنو غلاو كانوا يديروا 13000 هم يديروا 18000 شريتهم قلت واش الخطره ماشي نعاودها. وهذاك شنايدر كامل يكتب مليح تاني قلم رصاص ولا واش نسحقوا في الادوات يعني الزيتيكات الاغليفه شفت له اغلفه ماشي غاليين بزاف يعني في الحقيقه باسكو ما عندها ثمن هادشي داك الحاجه سوفيستيكي في الادوات يقعد لاتي بها والميكيات ودني حي قرا ما يعرفش يلتها بغلا فيه ميكي ولا ستيلو في البوشون تاعو ميكي. لازم تشيلو حاجات دائما اللي ما يثيروش الانتباه تاعو في القسم لازم ينتبه للسبوره واش مكتوب فيها والاستاذ واش يشرح له في الدرس باش يتاب الادوات الملونه ومزوقه و... وهنا اللوحه شيتها له عجبتني هذه المره العام فات شيت له تشبه هذه بصح ما فيهاش ليفيس تنحات له كاع هذيك البوردور هذه المره فيها ليفيس صافي ما تنحاش جهه مخططه وجهه نورمال مع هذوك الالوان اللي قلت لكم عليهم. شيت له فيرتكس هذه المره عجبوني البري تاعو والله ما شفت تاع الفيرتكس نسيت كنت حافظتهم بعد نسيتهم. والكتابه طبعا شيتهم مكتبه قبل دخول المدرسه انا يعني باش ما نحصلش ما نقعد نستنى شيتهم مع الاغلفه هذوك اللي تنحاو ويتغلفوا. دوك ندير الاشغال يدويه انا اكره ما عندي اشغال يدويه 10 شتهم 55000 كانوا يديروا 30000 العام اللي فات والسنه 55 الناس زدت في 5000 ب 2000 حنا يزيدوا بال 10 وال 20000 سبحان الله الله المستعان. هذاك الانسان اللي عنده 4 دراري وخمسه وسته يقرا والله المستعان الله يكون في العون واعر بزاف باش تشري كاع الادوات كاع الكتابات بزاف ميزانيه كبيره بمعنى الكلمه يعني الانسان يهضرها تجيه سهله بالقول بالفعل والله ما يقدر والله ما يقدر ربي يبارك لنا في رزقنا ان شاء الله يا رب العالمين. شيت لهم هذا شيت هذا الكراريس عندو لي بري شويه ملاح بارابور لي حاطين
جاي كاين حط طابله انفاس لابوست تاع برج البحري، هذا كتب كرايس تاعو من حشيت الهلال باسكو بالخطوط تاعهم يبانو. انا وليدي يدير نواضر، لازم له خطوط واضحين باش ما يتعذبش هو يخزر في الكراس في الخط، باش يشوف الخط بسهوله. فوالا خياتي، هذا واش الادوات، ان شاء الله ربي يوفقهم في دراستهم يا ربي، ويحفظهم ويحفظ لكم وليداتكم ان شاء الله كامل. فوالا كيما كنتو دوك نجوز لكم ندير معكم وصفه خفيفه ظريفه بلا لحوم اقتصاديه 100%، ديريها في ظرف قياسي جدا، وهي الرز بالخضره. هذا الرز بالخضره نديرو بزاف، معتمده عليه بزاف انايا. تكتوكه ديريها نورمال كيما المعتاد، خضر في خضر، بصل هنا راني حاطه طوماطيش والبصل والفلفل والثوم، وانا حاطه مكعب المرق الدجاج حابين تستغني استغني عليه، وزتلو الملح دوك نزلو توابل، نزيد فلفل الكحل، وزدت راس الحانوت، وكان عندي تابل تاع الارز زدتو، والملح لا ما درتيش مرق الدجاج، انتبهي الا درتي مرق الدجاج يجيك مالح، ردي بالك من الملح، وخليها تتقلى مليح مليح حتى تتقلى لك طيب تطيب. ان شاء الله نتقاسم معكم مواصفات اقتصاديه باذن الله هذه الايامات باذن الله، اللي ما فيهمش لوحوم، ما يكلفوش بزاف، ما ياخذوش الوقت باسكو تكوني خدامه، ومام تكوني في الدار عندك شغل بزاف واولادك كامل الوقت ما يكفيش. قلت لكم نزلتلو هنايا التابل تاع كما كنت تشوفوا تاع الارز برياني هذاك ولا اسمه، والزيت طبعا حبيت زيت الزيتون حبيت زيت المائده انت واختيارك، ونخليها ونخليها تقلى. هنا استعملت ارز الوسام هو اللي بنين، يعني جربت الاخر هذاك اللي تباع لي جيبوه جديد ما عجبنيش، غالي يعني 44000 بزاف. كما تشوفوا هنا طابت هذه بس مو فرغ لها كاس تاع الارز بعد ما كنت غسلته. انت هنا الارز حسب العائله تاعك، انا كاس تاع الارز يكفيني، كاس تاع الارز ديروا الضعف تاعو تاع الماء، معناتها كاس تاع الارز ديري زوج كيسان تاع الماء ولا زوج كيسان شويه على حسب الرز تاعك، وحسب لا تحبي تخلي فيه مرقه ولا ما تخليش فيه المرقه. انا درت هنا زوج كيسان وربع نورمالمون في الرز تاعي. المهم دوك تشوفوا خياتي طايب، نتمنى ما تنساونيش كما قلت لكم بالاشتراك واللايكات تاعكم والكومونتير، ولا حبيتوا حاجه قولوها لي في الكومونتير، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو قادم ان شاء الله يا رب العالمين، في فلوقات فيديوهات ان شاء الله. ودعموني خياتي، ما تنساونيش بالاشتراك باش تطلع القناه ونتقاسم معكم كل ما هو جميل ان شاء الله. كما كنت تلاحظوا هنايا شوفوا الارز يجي مفلفل ماشي لاصق ما شاء الله، يجي هلو يجي بنين هكذا خياتي. وصلنا لنهايه الفيديو، بقاو على خير، نتلاقاو في فيديو قادم بحول الله.